انقلاب داخل تحالف مشبوه في صنعاء، وهو وزن بلغ أقصاه من القطيعة بين تحالف صالح والحوثي، وباديا في الأحداث التي انفجرت عسكريا. الأصدقاء الذين أنجزوا بسط نفوذهم على مؤسسة الدولة بالأمس فجأة صاروا أعداء اليوم، ومن يتذكر كيف ساهم صالح في ضرب المؤسسة العسكرية واعتقال القيادات والناشطين السياسيين سيدرك أيضا من كان اللاعب الرئيسي في مجريات الأحداث. وتلك مسألة بالنسبة للأتباع والأنصار كان فيها نظر، لكنهم بعد نحو 3 سنوات وجدوا أنفسهم في مواجهات بعض، وخصوصا جماعة اتسعت شهيتها وقررت ابتلاع الجميع. بعدما يقارب 3 أيام من القتال، من بعيد عاد زعيم جماعة الحوثي يتحدث بترو مناشدا حليف الأمس خصم اليوم. البعض يقرأ هذه أنها تناقضات تستحق التوقف عندها، ليس صدمة سبقها امتنان لما يحدث، ولكن موقف ربما فصل فيه السلاح الآن. ولم نرى منكم لا رجولة ولا شرف ولا بطولة ولا إباء. فالارتباك الذي بدا عليه الرجل يستنهض فكرة الدولة في وجه من أسماهم ميليشيا، وهذه الفكرة هي الأخرى تستحق التوقف عندها، خصوصا وأن ناطق الجماعة محمد عبد السلام ذهب أبعد من زعيمها قائلا على حسابه في الفيسبوك أن صالح في تنسيق مع العدوان. الرئيس المخلوع لم يكن يريد أن يظل مجرد شريك للحوثي، لكنه وأنصاره وجدوا أنفسهم في وضع المتلقي لإملاءات الجماعة. لا تقبل أي تعليمات. وأكثر من مرة كانت الأحاديث تتجه نحو المطالبة بتصويب الشراكة، الشراكة بالطبع التي ألحقت بالبلاد الخراب والدمار والتمزق والتشرذم. نفس الجماعة التي تقاوم مطامع صالح وعودته إلى الواجهة استنفدت هي الأخرى فرصها بالاحتفاظ بشريكها في السقوط، كما أن شهيتها بالتوسع ظهر كالتزام راسخ للسيطرة فقط والتهام السلطة والدولة، لتذهب سريعا انتكاسة الجماعة الانقلابية ذات الخبرة القصيرة في إدارة السياسة الطويلة ربما في العمل العسكري. لكن وهنا بعد مكر الشريك الأخير بها تواجه أقدارها منفردة، فهل تستمر في الدور المتخبط من شدة التهور؟ ربما أيضا فقليلا من التأمل يضع كل فريق في حجمه الحقيقي بعيدا عن الترويج الإعلامي ليكشف فرق الأوزان الظاهرة، خصوصا وأن الرئيس المخلوع يراهن على الموالين له من زعماء القبائل. التماهي شبه المطلق مع فكرة النشوة التي اختلجت لدى الميليشيات من الطرفين في مزاد الحرب تنحسر تدريجيا، حيث العداء الفج للجمهورية والثورة وفكرة التغيير ذاتها والغدر بشركاء الحوار الوطني كلها لم تجد حتى ولو لحظة في أجندة حلفاء اجتياح صنعاء وأخواتها ليعودوا إلى مربع الصفر. وكما أراد تحالف الانقلاب تقطيع البلد لحساب جماعات وفصائل، ها هي صنعاء عاصمة الانقلاب تلتحق بالمحافظات الأخرى ويتقاسمون مربعات.